الجهه كانت ديما موسخه وديما عندنا الفيران وعندنا الحناج وكاع الناس يتشكاو. السلطات الله يجازيهم بخير جاوا نقاو الدنيا هنا كيف ما تتشوفوا، الله يحمي لهم الوالدين ونتمنوا ان شاء الله هادشي يبقى ديما والله يجازيهم بخير. كنا كنعانيو من الحناش وكان عندنا العقارب واتصلنا بالسلطات على اساس انهم يجيو ينظفوا لنا هذه المسائل هذه ولبوا لنا الطلب، كنشكرهم بعدا على هذه البادره هذه. جاوا لنا الناس حتى ديال النظافه، والمشكل اللي باقي كنعانيو منه وكنعانيو منه بزاف هو المشكل ديال السكان. عندنا السكان شويه ما كيحترموش، يعني كيرميو الزبل من الشراجم ديالهم، كيجيو الناس ديال النظافه كينظفوا، كدوز واحد الوقيته قصيره غير الغد تقريبا كنجيو ثاني كنلقاو نفس المشكل. فالطلب ديالنا وكنطلبوا من السكان كلهم انهم يلتزموا ويساعدوا هاد الناس اللي كيضربوا في التماره وكنتم ما كتشوفوا. بالنسبه للسيد القائد ولا السيد الناس كاع ديال السلطات راهم كانوا جاو وقاموا بالواجب ديالهم. كيبقى دابا المشكل هو حنا خصنا نقوموا بالواجب ديالنا. حنا كنعانيو من واحد المشكل ديال رمي الازبال اللي الجيران ما كيحتارموش. كل مره كنلقاو هنا الافاعي والعقارب والحشرات السماء يعني، وهذا الشيء كيدخل لنا حتى للديور ديالنا. حنا ساكنين في الطابق الرابع، يعني راه شي حاجه يعني ما غطاش لك على دماغك ان حنا اش غيجي يطلع عندك حتى للدار. وهذا راه بسبب الازبال اللي كيلوحوا الناس، يعني تقدر تجمع اي حاجه. يعني حنا دابا الطابق الرابع، يعني ما عرفناش واش ننزل من السطاح ولا هاكا طلع مع الحيط، يعني كتجيك شي حاجه غريبه. قبل منها بشي 15 يوم بحال هكا كانوا الناس هما في الطابق الثاني حتى هما لقاو حنش، يعني هذا الشيء راه كيشكل لك خطر، يعني كتولي في دارك وانت ما مرتاحش. وكنشكروا هاد الناس اللي تطوعوا هاد البادره يعني من عندهم، يعني بادره طيبه يعني جاوا عقموا لينا، والسلطات المحليه اللي دارتي واحد التفاته زوينه الحمد لله. كنشوفوا شي حاجه زوينه للسلطات الجمعيه ديال باور تيم اللي خداو دار واحد البادره زوينه. من بعد قال لك وعدونا السلطات ان غيصبغوا غيديروا التشجير، يعني كنتمنىهم يحافظوا على هذا الشيء باش الا كان شي حاجه زوينه يعني تبقى نشوفوها ديما ونعيشوها. اليوم قمنا بواحد العمل تطوعي تفاعلا مع شكايات اللي كتوصلنا من ساكنه الحي اللي كيتعرضوا لبعض الحشرات السامه. بالتنسيق مع السلطه المحليه في قائدها السي قائد وليد، كان جاتنا واحد الشكايه بان واحد فواحد المنزل لقاو واحد الافعى. هادشي اللي خلانا اننا نسرعوا الوتيره ونسقوا مع السلطه باش نقوموا بالتعقيم حفاظا على سلامه الجميع. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.